البرنامج التالي من أفكار وآراء نابعة من معدي ومقدمي البرنامج ولا علاقة لراديو سوريالي بها. بيشلي بتشلي بيشلو بنشلي كل مكان شلي نشلي شنيا لينا لم يكن يعرف ذلك الشاب الطموح المهووس بالشهرة والمشاهير والذي قبل خشبات المسرح وأساتذة التمثيل وأنسات التمثيل ومارس كل طقوس التمسيح والتشخيص والتلحيس ليعبر المعهد ويأخذ شهادة تؤكد للجميع أنه ممثل رغما عن أنوف الحاقدين وأن درجاته من أعلى الدرجات وأكتافه أعرض من أكتاف باسل خياط وكاريزمته تضاهي كاريزما جمال سليمان وصوته أجمل من صوت قصي خولي وخصره أصغر من خصر غادة بشور ولديه قدرات بكائية تنافس دموع نجاح حفيظ خلال كل مسيرتها الفنية وأنه سوف يبتلع الوسط الفني والتطرف الفني لم يكن يعلم أنه سيضطر لاستخدام كل يونته التي درسها على أيدي الروس ليضع قدما في الداخل وأخرى في الخارج ليكسب المرحلة. أنا ما بقدر أرحل عن الوطن، أنا بدوخ بالطيارة يا أخي. ثم لنفرض أني أنا بعدت عن الوطن ورحلت عنه لبعيد، بس مشكلتي أنه الوطن ما بيبعد عني، بضل عايش فيه من جوا، وين بدي أهرب منه؟ وين؟ ممثلون لبسوا تيشيرتا عليها صورة الرئيس وخصصوا نغمة موبايل الوطن غال والوطن عزيز وخرجوا في مسيرات مؤيدة ليضمنوا تواجدهم في الموسم الرمضاني القادم. ممثلون آخرون عارضوا ووقعوا بيانات إنسانية ونفيوا إلى الخارج. الأذكياء اختاروا الداخل، الأذكياء اختاروا الخارج، وهو ما زال مقسوما بين الليرة والدولار، بين هادي البحر وبشار، بين الخيرين والأشرار. كل أجره عم بحطه للدكاترة النفسيين وحق أدوية معالجة فصام، لك ما عاد عارف شو بده. موسم بتلاقي جيش حر، موسم بتلاقي نظامي، موسم بتلاقي بالشام عربش بالياسمين، موسم بتلاقي بنص بيروت متعشبق بالألمازة. ألف حبل مشنقة ولا يقولوا بعمر خاين يا خديجة. شلة الداخل versus شلة الخارج. في الداخل حمل درع الوطن واستل سيف التصدي والصمود واقتحم مملكة السينما المحتلة من قبل الحوت الأكبر الذي لا يفنى ولا يستحدث من عدم وإنما يتحول من شكل إلى آخر، ويحكم المؤسسة منذ أكثر من 11 عاما وطبقه، ثم طوع أصعب نماذج المخرجين مدلل المؤسسة والآخر ربيب الأزمة الذي كان مخرج كليبات لعلي الديك ووفيق حبيب ثم أصبح مخرجا سينمائيا بعون الله وبجهوده الشخصية جدا. محمد المفتر وكذاب، ردها علي إن استطعت. وأضاف على الفيسبوك منتجي الدراما المتأزمة ومدراء إنتاج الأزمة ونجوم الأزمة ليتغزل بصورهم ويكتب لهم عبارات لا يقدر عليها إلا المتمرس اجتماعيا ومحترفي التملق. يخلينا إياك منور إلهي ما يحرمنا هالطلة. يفتح عينه شو ملسن، أنا ياما متخجلة ومخربطة بين العمر إلك وتتهنى. فعلتها يا أبي. إف فعلتها. وفي الخارج حمل العلم الثوري وملأ الفيسبوك بوستات ثورية ليذكر الجميع بأنه مع الثورة وشغلوني قبل أن تفقدوني مع بكاء شكسبيري حاد. الداخلي تبعه بهت الخارجي منه وبيقله أنا ممثل عميق بمثل من جوا لبرا، أنت بتمثل بالعكس براني سطحي. والخارجي بيقله للداخلي إحاش تعمل حالك مبدأي وصامد، أنت أصلا لولا الثورة اللي بتسميها حضرتك أزمة وضيق الخيارات والأمكنة ما كنت بحياتك تحلم تشم ريحة الشاشة. حبيبي قرر، يا بتصير نجم محلي وبتحدد حالك بين السويدة وطرطوس والشام القديمة، يا بتصير نجم عربي بمسلسلات مشتركة ميكس مصري سوري خليجي لبناني. ويعجز الشاب المفصوم عن القرار ويحتدم الصراع بينه وبينه، يأخذ دواءه ولا يشعر بتحسن. أنا مسافر. يقرر السفر وأعطاء ذاتيه نقاها من التمثيل. يهاتفه أحد الأصدقاء، هناك كاستنج للممثلين في بيروت لمسلسل سوري لبناني سيتم تصويره في دبي، يسارع للقيام بالتست. يفتح الفيسبوك، تتم الآن تحضيرات مسلسل الشامي شامنا بالشام. يصرف عملته ويعود أدراجه ليلفظه المخرج بقوله إيه ما منشغل معارضين.
ويدخل خارجه بداخله ويخرج داخله من خارجه، يتضارب مبدأه مع مهنته وثوريته مع حاجته، يأخذ دواءه ولا يشعر بتحسن. اسمع أبو الشباب، شو كان اسمها هي جارتكم اللي كانت هي معارضة وطلعت بعدين طلعت صارت خوارج، بعدين صارت تعيش صراع نفسي كتير وهيك وتتأزم وتحكي تليفونات متوترة، بعدين فجأة قررت ترجع على حضن الوطن وعملت غنية للجيش العربي السوري. ايه والله فظيعة. والله ظريفة يعني، هي انه دغري رجعت زبطت امورها وصار يعني خلص رجعت دواخل و بس تماما. هلا هي بالاساس خطاب المعارض كان متوتر شوي، تمام، بس انتبهت انه هي عملت اثبات لحتى انه رجعوا قبلوها جوا، لانه مثلا هذا الممثل مفصوم لما قرر يرجع يمثل جوا قلعوا انه انت برا فانت معارض، فهي دغري يعني عملت شيء اثبت للكل، او يمكن صارت تحكي عن قباحه التجربه الثوريه مثلا، عرفت شو وهيك قصص. هلا هي من النوع اللي تاثر بشغله بتضحك، انه كل ما قاعد بجو هيك معارض بحاول ينغم شوي على انه لا، رغم كل شيء صار فينا لهلا، نحن عندنا كهرباء مثلا اكثر مثلا من بيروت، رغم كل شيء صار فينا كذا، فانه مثل تبع انه شوفوا لهلا البلد منيحه، انه حبيبي عندك كهرباء ببيتك، انت روح اطلعي على الخمس وشوفي اذا في كهرباء. فانه هي رجعت على حد من الوطن. والله على فكره ليك يعني شكلها مو صعب القصه، انا فيني ارجع على حد من الوطن والله، يمكن هيك بتسكر السبول معي وارجع على حد من الوطن. والله بس بدك كم هائل من الاغاني، لانه التجربه السابقه صعبه ترجعك لحد من الوطن. اثباتات كثير لاثبت. ايه انا بزمانه رفيقي كان عندنا، هو مؤيد جدا باول احداث، مو طلع غنيه سنه شبير، ايه الاغنيه يعني يا حيف. عم بيقول انه بتعرفوا انه بدهم يرجعوا لسميح شقير على حضن الوطن؟ عم قلت لك شلون؟ قال بس بده يغير، يقول ضرب رصاصة على الناس العزل يا سلام، واطفال بعمر الورد تقتلهم يا سلام بدل يا حيف. فيعني هي ما اختلفت كتير هي صديقتنا عن هي برجع من هارة مثلا وبقول لهم انه كتير كانت تجربة بشعة وهيك إيه. ونبزوني وكذا ومدري شو. انت جاب لك ترجع لحضن الوطن الدافي؟ لا والله لا، يعني انه برجع اذا جدي السؤال في شروط معينة للعودة والله، بس لا يعني حضن الوطن ما بيدفي هلا ابنوب. الله الدراما الله. هلا شو اسمه يعني بجي عبالي تحكي لنا قصة صار معك شخصيا إلى علاقة بمنطقة الداخل والخارج. على فكرة سابقا كان أحلى، كان بينسرد عليه أكثر، إنه لأنه كان في كتير داخل وفي شوي خارج. هلا اللي بالداخل صار خارج وما حافظ على داخليته. كنت أكتب مواقع الكترونية يعني إنه معارضة، ماني معجب فيها المواقع نهائيا، بس تعطي مصاري أكثر من تشرين كانت وقتها. الصراحة. ايه والله العظيم يعني ماني معجب فيها، مو لانه لا معارض اوكي، بس مو هذا يعني مو هذا التوجه الصحفي اللي بيمثلني يعني. المهم انه بتكتب لنا مواد من البلد كذا هيك، انه اوكي بكتب. فاجا يوم الحساب، وما بالك ما يوم الحساب، لا كانوا بعثوا لنا عمله يعني. اوكي قال ايه اوكي، لوين بتحب نبعث لك؟ قلنا له والله على بيروت، لانه بعد فتره انا طالع بيروت. قلنا له ايه بس خبرونا شو الحساب كذا هيك. اعطاني مبلغ يعني هو تقريبا ما بيساوي 2000 ليره سوري. ايه قلت له ليه؟ قال والله احنا الداخل هيك بنحاسبه. قلت له يعني عمك يا زلمه الداخل هو اللي عم يشتغل اكثر وفي صعوبات بالعمل اكثر، المفروض تحاسبوه اكثر من القاعدين برا او مثلهم على القليله. على هذا المبلغ بسوريا منيح، صار عم يحسب سعر الدولار وعم يقول مناح بسوريا بيعيشوك يعني. بجيبوا ربطه خبز. فهو شو قاعد يعني حاصل على تمويل، انا مو موضوع انه اللي بده يحصل بالنهايه، هي فرصته، بجوز هو شاطر ما بعرف ماني بشك، بس حاصل على تمويل منيح وكذا، وقاعد عم يوزع على راحته، واذا بتساله بيقعد ببيعك وطنيات، بيقول لك انا عم بنشر من الداخل، بقول لك انا داخل. ايه استاذ جواد ليش بتحب نضيف؟ باعتباري خوارج بشتغل بمهنه الصحافه والكتابه، بدي تحياتي للدواخل اللي بيشتغلوا بمهنة الصحافة والكتابة، وبقول لهم صيروا خوارج
أو صيروا خوارج بالأحرى مو مشان تغيروا خطابكم، لا لا أبدا نهائيا، بس ممكن إنه إذا صرتوا خوارج نرتاح من الخطاب تبعكم اللي هو خطاب دواخي. بهدي سلامي إلى أهلي ولا أقربائي وأصدقائي وياسمة الشام ونهر بردة اللي كان عم يخدق قبل ما نطلع وهلأ جاف، والمدن الفظيعة طبعا. وانا انا انا كمان كونه اهلي بالدواخل كمان بهديهم سلامي، و ايه ومهم بالاخير الله يحمي الجميع يعني، ما بدنا نحكي أكيد 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 الجميع. أصلا أنا كل شيء عم بحكي عن المجتمع الثقافي والفني ايه خاصة، تماما يعني ايه تماما. باعتبار نحن موضوعنا نحن عم ممثل نحكي عن معه فصام المتشدقين، يعني. نحن عم نحكي عن المتشدقين، ما نحكي عن الاشخاص تماما تماما، ايه لا المجتمع الأهلي، المجتمع المحلي فوق كل هاي الاعتبارات، واللي ضل منهم فالله يعينه يعني والله يحميه. بيشلي بتشلي بيشلو بنشلي كلنا سوا شلي بنشلي. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2014.